اهلا، السلام عليكم اخوان اخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نسوق خميس سيدي الحجاج بتاريخ 1/7/2021. غادي نحاول اخوان نعطيكم شويه اثمنه تاع الجلك السابع، جلك السابعه. لقينا شي بكراوان ولا شي حاجه تاهي نجيبو لكم اخوان. هذا 1,050,000 مع 10,500 ديال الدرهم، قال لي السيد مولاه الله يسخر لي. تبارك جل مليح، اللهم بارك. 1,050,000، هذا اللي حدا ما عرفناش الثمن ديالو. المهم هذا 12,500 ديال الدرهم. الله يسخر ليه، الله يجيب ليه التيسير والرباح فيه ان شاء الله تعالى. انا عجبني صراحه، اللهم بارك. اخوان هذا اللي من هنا 1,066,000، واللي من هنا 1,020,000. زيكي الاخر كنظن بلي يا اخوان ولا كرواز، كرواز 1,066,000، 1,020,000. هذا بزيكي دوريجين واعر شويه، 1,066,000، 13,300، 11,000. تبارك الله ما شاء الله. انتم تشوفوا اخوان راه سارينا من الحاولي عاد باش جينا كنصور الفيديو. المهم السوق راه مازال شويه، باقي فيه شويه الرواش. الله يسخر الجميع، تبارك الله عليكم. سعيد قرموشي الصديق ديالنا، هاني مزيان، اعطيني الثمن سعيد. السوق في البيع والشراء في كسابي؟ والله جا البركه، القضيه مشيه مشيه. الخروج كاين سعد، الخروج كاين الحمد لله. سيدي الحجاج خويا، مرحبا. هذا اخوان، هذا ما تيبغيش يعطيني الثمن. هذا كنتلاقى معاه في الكيسه تيجري عليا. ها مزيان هذا الراجل، سمعتي عبد الغني؟ راه بصح كنهضر معاك بصح. هذا دابا راه ولي صاحبي. صافي صافي اخوان، من القدام غادي يعطينا اسم الله. شي مزيان الحمد لله. الله يحفظك خي عبد الغني، بلجيكي دوري جي، بلجيكي دوري جي. الله يحفظك خير، تبارك الله ما شاء الله. 15,500 ديال الدرهم هادي عاطينا فيه. هو الصباح دابا راه السوق بحال شويه بدا يبرد، تراك الله دابا راه رجع الثمن شويه. دابا عاطينا فيه عاد 300، عاطين 300 ديال دابا 300 اللي كاينه. اش بغيت خليت السوق؟ خليت السوق تفرج في الطاليه ياك. مرحبا بك خويا، مرحبا. هذا اخوان المتتبع ديالنا جا من طاليا، في طاليا نتسي ياك، كل الخميس مرحبا، كنشدوها من الخميس للخميس ياك. تعزيز عليك اسيدي الحجاج. انا من هنا مرحبا بك. ياك هذاك الشيء كيجيك مزيان؟ لك عاجب الفاميله كامله، عاجب والله الا الفاميله كلها ولات كتفرج. مرحبا بك، من الخميس للخميس. مرحبا بك، الله يحفظك. انت خويا عبد الغني المتتبعين، ها هي الله يحفظك. مرحبا بك والله، مرحبا بك. الله يجيب التيسير خويا عبد الغني، ان شاء الله تبيعوا بربح. اللهم يسرنا هذيك الشيء، تبارك الله عليك. مليون و 14 شهرولي، طالياني لا شهرولي، لا راه طالياني ابو شهر ياك، طالياني في الشهر. وهذا شحال داز؟ هذاك داز 500، 15,000، 15,000 شهرولي. مليون و 14 ليح ليح، تبارك الله فوقي 500 و لا مليح. ايه تستاهل تستاهل مليح، تبارك الله ما شاء الله. تعال 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 من برا، تعال مليح الاخوان. هذا اللهم بارك. المهم يا اخوان، هذا 1,014,000، 10,700 ديال الدرهم، 10,700. هذا 15,000 مليح، تبارك الله اللهم بارك. الله يسخر مولاي، الله يسخر مولاي. يلا جيب لي التيسير والرباح ان شاء الله. ها هو اخوان، نتمنى الفيديو يعجبكم وتبارك الله عليك.
والماء ما تبقى لي جبده خروف ولا 120 مليون 70 13500 ديال الدرهم. كي داير السوق في كسير والثمن كاين الثمن كاين كاين السلعه كتخرج كتبيع 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 الحمد لله. نتمنى ان شاء الله تبيعوا تاو في دابا باش 15 والله غير كرك باقي بلا السوق الله يسخر الله يسخر لي يا اخوان. مليون 70 13500 كيركب مرحبا باي تبان نبينوك اخويا مرحبا بك مليح تبارك الله تاو. بلجيكي هذا ولا كرواز؟ لا بلجيكي بلجيكي ها هو اخوان مليون و 70000 الله يجيب لك التيس والله يعاونك الله معاك تبارك الله عليك اخويا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. بلجيكي دوريزي تعطينا الثمن ديالو ناضي تقريبا غادي يكون ب 40 340 340 ها الثمن تقريبي ما متاكدش ياك تقريبي ها 30 انا درت ليه الميزان 330 330 الثمن الحقيقي ديالو بلجيكي السوق مزيان بلجيكي بلجيكي اش خاصو باش يولي الجزائري هذا ما خاصو والو ما خاصو والو يذبح ذاب غادي يطلع عليه ب 1120 خاصو ولكن خاصو واحد شويه ديال الفول لا شويه البوري الى ضرب شويه الفول يا اخوان غادي يعود فيه تبارك الله يا والله الله يجيب تيسير تبارك الله عليك تبارك الله عليك الميزان ديالك ناضي ما عندي 500 درهم باش تقولوا يا اخوان 330 الف باش تداو هاد الناس الله يسخر لهم نجم شعيب حق يقول شعيب عنده شي بهيب شعيب شعيب مول الحانوت اه عند شعيب مول الحانوت هنا كاين عنده حانوت بن احمد اي بن شعيب شعيب مول الحانوت وهات عرضوا عدوا هو قدو قال لي الجمنين خدنا ب 30 ياك اخويا شعيب مول الحانوت قلت لي جبت المليون واخذها 300 الله يسخر لك غادي يطلع عندنا ما طلع عندنا الله يطلع عندنا انا طالع على دابا مرحبا اخي حسن كي داير السوق مزيان السوق مزيان الدروبات كي دايرين في السنة هادو هادي تنية هادي تنية اخرين تسنى الحزن بالنسبة للاسمنة تنية شنو عطاو 170 170 8000 8500 وصلنا الحليب كل حاجه وثمانه 64 ايوا الله يحمل الهيه 36 160 170 8500 ثنيه 164 164 شارولي 8200 شاروليات كسب يا اخوان هذا فهمتوا وهذيك 136 6000 6800 6800 ديال الدرهم هي هي 6800 الله يسخر الله يسخر خونا حسن الله يجيب ليه التيسير المهم اللي بغا شي دروب ولا شي حاجه يخلي لي كومونتير مع الصديق ديالنا حسن كيدير البلجيكي شارولي كيدير كلشي هادي يا اخوانا ثنيه ديال العيد اللي بغا العيد مرحبا لا ما تبعتش باع الله يسهل عليه هادشي اللي كاين نتمنى الاخوان الفيديو يعجبكم نتوما خليو لينا لي لايك وبارطاجيو الفيديو اللي عجبكم وتبارك الله عليكم نهاركم هذا ما كان الله ميسر الجميع ان شاء الله خير ما عرفتش واش شديت على ديك الملي مزيان نعاود نبين عليكم 136 تعطينا قولي دروبات بلجيكية 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 عطيني الثمن ديالهم وقولي كي داير السوق هذا معطية فيها 180 180 7000 درهم وهذا بهذا هذا معطية فيها 190 9500 ديال الدرهم بلجيكية يا اخوان 9500 اللي على اليسار 9000 درهم اللي على اليمين دروبات السابيات خاصهم غير شويه يا اخوان فيديو فيديو اسواق الماشيه بالمغرب الله يسخر الله يسخر اخويا الله يجيب التيسير ان شاء الله ربح انتم اخوان 180 ديال الكوميديا اش كدير؟ احمد فوريده ديال الكوميديا شنو فلوغي؟ حملت
فيسبوك عباد الله غيدخلوا الانستغرام بلاتي فيسبوك ديالك اسم سميتو احمد تبوريده احمد تبوريده بالعربيه ولا بالفرنسي فرونسي واللي إيه؟ مشى اللي مشى الانستغرام يدير حميدو برو حميدو برو قلتي كضحك انت كوميديا فلوغ ديال تبوريده اصلا تعاود لنا شي نكته دابا يا باش يعرفوك باش كضحك باش يعرفوك كضحك ولا لا الفيديوهات كاينين انا غندخل عندك ان شاء الله ونشوف هذاك الشيء اخوانا هما اثمن عطيتينا هما هذوك ما كاينش ناض الله يسخر ما جبتيش تسري مزيكيات اوريجين 180 190 هذا الشيء اللي قال الله يسخر